أخ حمدي، أنا لايفي عن الصحراء الغربية. أنت تقول أنها غربية وأنا أقول عنها مغربية، فلهذا خاصنا طلعت نناقشك. طيب كانك ولكن تقنعني، كانك تقنعني ولا نقنعك؟ والله مرحبا بك وسهلا. أمال هذا هو موضوع النقاش؟ أو اسمح لي، إيه؟ ليس هنا في هذه المنصة وضعنا منذ بدأنا وقررنا أن نبدأ في قيام باللايفات وضع المودريترز، لأني أنا مجرد ضيف في هذه اللايفات، وضع المودريترز قوانين للبث. النقطة الأولى فيما يتعلق بشخصي أنا، وضعوا علي شروط. أولا ألا أصادر رأي أي ضيف، ممنوع لي أن صادر رأي أي ضيف. ثانيا ألا أقلل من احترام أي ضيف مهما كان. ثالثا ألا ألزم أي ضيف بمصطلحات معينة، يتحدث بكل حرية، هذا بالنسبة لشخصي. النقطة الثالثة أن لا أناقش مع أي ضيف موضوع يتعلق بدولة ما أو بشعب ما غير القضية الصحراوية والشعب الصحراوي. والنقطة الخامسة مرفوض رفضا باتا من طرفهم أن نتحدث أو نفسح المجال للحديث في القبلية. إذن هذا شروط لهذا البث. أنت تريد أن تناقشني في قضية الصحراء الغربية، أنا سأقول لك ما يقوله المنتظم الدولي. ما تؤمن أنت به ليس مرحبا به، وما أؤمن أنا به ليس مرحبا به. المرحب به هو الحجة، الدليل، المصدر، والمرجعية الدولية. نتمنى أن كلامي يعود واضح لك. ماشي، واضح ولا ما واضح؟ لا كلامك واضح. طيب أنت تريد أن تناقشني في قضية الصحراء الغربية، صحيح؟ نعم. تفضل أخي إبراهيم المغربي، قدم رأيك في هذا الموضوع. رأيي في هذا الموضوع يا أخ حمدي أنه موضوع رأيي الشخصي كما قلت أنت، أنا وفات أخباره والقضية أنا صافي، ما لا خالق شيء، وعن الصحراء المغربية وعن الأكلام تيك توك والانتصارات الوهمية، والمغرب حسم الأمور في جميع المجالات السياسية والدبلوماسية وفي أرض الواقع وفي المواقع ملي. طيب ما دامت القضية حسمت وانتهت مثل ما تدعي، هل يمكن لك أن تقول لي قرار واحد من المنتظم الدولي يقول لك أن الصحراء مغربية؟ متفق معك، متفق معك من هاي الناحية، عن من ناحية في الملف في الإمم المتحدة، هذاك ما عمره غادي يتحيد ويتم فم هذاك. طيب هذاك صالح الغرب وصالح ياكل من دول. ايش قلت لي؟ ما سمعتك. هل يمكن لك أنك ما دمت قلت على أن قضية الصحراء الغربية حسمت وأنها الآن مغربية وأن الموضوع حسم، هل يمكن لك أن تعطيني قرار واحد فقط لا ينزيدك باش نبسط عليه؟ هل يمكن أن تعطيني قرار أو حكم أو توصية من المنتظم الدولي برمته وليس فقط الأمم المتحدة، المنتظم الدولي؟ نعطيك إذا بغيت نعد لك الآن 14 آلية من آليات المنتظم الدولي، 14. ما تحتاج، ما هو كاين قرار ما كاين. 115 واحد، شوف. ما تحتاج، ما تعذب راسك، ما تحتاج، ما هو خالص. لا اسمح لي إبراهيم، حنا رانا نتكلموا 115 شخص على ما أعتقد، صحيح؟ إيه. يعني من حقها تفهم. إيه. ملزم أنا وأنت أخلاقياً في أدب النقاش أن نوضح لهم. وضح وضح. طيب ممكن أنك تحسب معايا، تبقى أنت تقول رقم واحد ونقول أنا الآليات وراه. ما عندك مشكلة. تفضل أبدأ. واحد. الجمعية العامة للأمم المتحدة. اثنين. الأمم المتحدة. ثلاثة.
مجلس الأمن الدولي، 4، اللجنة الرابعة، 5، المفوضية الأوروبية، 6، الاتحاد الأوروبي، 7، البرلمان الأوروبي، 8، محكمة العدل الدولية، 9، مجلس حقوق الإنسان الدولي، 10، الاتحاد الإفريقي، 11، المفوضية الإفريقية، 12، مجلس السلم والأمن الإفريقي، 13، المحكمة الإفريقية. نكمل لو فات الأخبار. لا اللي بغيت، لا اللي بغيت 16، نزيدك 16، زيد 16، الاتحاد الكاريبي 17، نزيدك، أو أمريكا 17، مجموعة الصادق، المجموعة الانتمائية الاقتصادية الصادق، 18، منظمة الساحل هذه اللي تطبلوا عليها، 19، أو نظن على أنه المنتظم الدولي مات أكثر من ذلك، نزيدك 19، نزيدها لك، الجامعة العربية، و20، اتحاد المغرب العربي، و21، اي وين شفت؟ اعطيني منهم كاملين قرار او توصية او حكم يقول عن الصحراء المغربية. أنا أتكلم معك في الواقع حمدي، والواقع أنت تعرفه، أنا أتكلم معك في اسمح لي الواقع. ابراهيم، ابراهيم ابراهيم إيه. ابراهيم ابراهيم، إيه. نحترم ذواتنا شوي. خلاص. انا لما نقول لك في بداية اللايف انك تجيني باغي تناقشني في قضية الصحراء الغربية، وانا نقول لك عن شروط هذا اللايف انه يكون الحديث عنده مصادر ومراجع وأدلة من المنتظم الدولي من العالم حول هذه القضية، لأنها قضية دولية أممية، تقول لي أنا